بسم الله، هنبدأ إن شاء الله في كورس من الكورسات المهمة والحيوية في الفترة دي، سواء كانت للموبايل أبليكيشنز أو للويب أبليكيشنز عموما. وكورس الـ GIS أو الـ Geographic Information Systems مركزين فيه على جوجل مابس، الخرائط الخاصة بجوجل. إن شاء الله فكرة الفري كورس إديشن إن إحنا هنعمل 2 إديشنز من الكورس. الإديشن الأولاني هيبقى للبيجنرز، للناس المبتدئين في أول مرة تسمع المعلومات دي، وهي تبقى معلومات عامة ومفترض الناس كلها تبقى عارفاها طالما هي بتحتك بالويب أبلكيشنز أو بالموبايل أبلكيشنز، وكده كده الجوجل مابس بتشتغل على الموبايل أبلكيشنز أو على الويب أبلكيشنز. فده الكورس ده هنسجله إن شاء الله كله بالكامل ونرفعه أونلاين فري، وبعد كده مش هنخش في الجزء الأدفانسد، المستوى الأدفانسد، إلا لما تبدأ الناس تشترك معانا الاول، الناس الانترستد بقى بالاريا دي او بالفيلد ده او بفكره الجوجل مابس والجي اي اس بتفاصيلها وعايزين يتعمقوا في الحته دي، هنبدا نجمع جروب ونبدا نعمل كورس بقى ونخش في الادفانس. اما لو كان الكورس الى حد ما في الجزء البيجنرز يعني ما لقيناش عدد كبير انترستد بالفكره دي وبالاريا دي وازاي يطبقها والكلام ده كله، يبقى هنتوقف عند الجزء الايه اللي هو للبيجنرز يعني. فهنبدا نعمل الكورس على جزئين زي ما اتفقنا ان شاء الله، جزء المبدئي المستوى الاساسي هنبدا ناخده ان شاء الله كله بالكامل ونرفعه كله اونلاين مفيش مشكله فري، وهنبدا نكمل الجزء الادفانسد بتفاصيله كله اكتر وتطبيقه على الموبايل وعلى الويب، وهنقول تفاصيل في الاخر الكورس ان شاء الله عن المحتويات المفترض تقدم في المستوى الادفانسد، ونجمع المجموعه من الناس اللي هم يبداوا يشتركوا في الكورس اللي هو الادفانسد بتاع الجزء ده. لكن دلوقتي مبدئيا هنخش في الجزء ده ان شاء الله كده ببساطه. اول درس هناخده طبعا التوتوريالز كلها مجمعه مع التوتوريالز بوينت كمستوى بس مبدئي ان شاء الله، ومستوى الادفانسد هنتكلم فيه تفاصيل اكتر من كده. اول ليسن الدرس الاول بيقول وات ار جوجل مابس، ايه هي الجوجل مابس. نسيت حاجه، اللي عايز يشترك طبعا بيخش على صفحه الفيسبوك وهيلاقي بقى لينك للناس اللي عايز تعمل ريجستريشن للدوره المتقدمه، يعني facebook.com/7stpage جوه ان شاء الله هتلاقي اللينك بتاع ازاي تشترك. What are Google Maps؟ جوجل مابس ببساطه جدا هي فري ويب مابينج سيرفيس، خدمه بسيطه جدا مقدمه على الويب من خلال شركه جوجل، وبتقدم لنا فيها provides various types of geographical information، تدينا اشكال مختلفه تماما او انواع مختلفه من البيانات او المعلومات الجغرافيه. Using Google Maps، باستخدامنا جوجل مابس وان كان ممكن نقدر نعمل نسيرش فور بليسز، ندور على الاماكن او نقدر نجيت الدايركشنز الاتجاهات، نقدر نشوف الاتجاهات من one place to another place، نقدر نشوف الاتجاهات الدايركشن من مكان الى مكان اخر. دي طريق دي او دي امكانيه. من الامكانيات الاخرى انك تقدر تفيو اند نافيجيت، تشوف وتقدر تتنقل ثرو هوريزونتال اند فيرتيكال جيوغرافيك ستريتس، او بنقول بانوراميك ستريتس اللي هي بالشكل البانورامي يعني شكل طريقة من طرق العرض دي، في ليفلز مختلفة وايمجز من فيريس سيتيز من مدن مختلفة اراوند ذا وورلد من خلال العالم كله. من برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها مع جوجل مابس نجيت سبيسيفيك انفورميشن، نجيب معلومات محددة زي مثلا ترافيك ات بارتيكولار بوينت، ترافيك اللي هو الضغط المروري لمنطقة معينة. جوجل مابس برضو بتبروفايد ان اي بي اي، ودي اللي هنشتغل عليها كلها، بتدينا حاجه اسمها اي بي اي ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، ودي اللي هنستخدمها عشان نقدر نكستمايز، نقدر نظبط الماب زي ما احنا عايزين، ونخلي المعلومات الانفورميشن ديسبلايد ازاي نظبطها طبقا لوجهه نظرنا احنا. يبقى دي من اهم الحاجات الاي بي اي اللي موجوده اللي احنا من خلالها هنقدر نستخدمها عشان نظبط كل المعلومات اللي بتتعرض والشكل اللي بنعرضه. واحنا في الجزء ده ان شاء الله بنشرح ازاي نلود او في الليسون ده تعال نشوف ازاي نستخدم الاي بي اي ديت، نستخدمها في اتش تي ام ال بيج مع شويه جافا سكريبت بسيطه عشان نقدر
يعني نعرض ماب. في الستيب الاولانيه عشان نقدر نلود الماب على ويب بيج، اول حاجه نكريت ان اتش ام ال بيج. طيب عشان نكريت اتش ام ال بيج المفروض نستخدم اي برنامج من برامج بتاعه التكستنج اللي بنكتب بيها الاي دي اي، يعني اللي بنكتب بيها الايديتورز، اللي بنكتب بيها اتش ام ال، اي برنامج عندك، حتى لو نوت باد، حتى لو نوت باد بلس بلس، اي برنامج عندك. او مثلا انا بحب اشتغل مثلا ببراكتس، براكتسز من الابلكيشنز الفري الجميله اللي بتساعدنا ان احنا يعني نكتب HTML و CSS و JavaScript، ونقدر نعمل بيها، نقدر نضيف فيها كمان حاجات يعني plugins خاصة بحاجات كتيرة في HTML5 ومتعلقاتها. طيب رحت كده هوقف ده، هنيجي كده نقول بقى عايزين نعمل فولدر للابلكيشنز بتاعتنا، فاقول له open folder و وادور في مكان بقى اثبت فيه الشغل بتاعي. سميته GIS examples. عملت فولدر سميته واحد او سميته listen 1. ماشي كده جوه listen 1 انا، وقلت اعمل نيو فايل جديد، وعايز اعمل اول حاجه في HTML قلت اعمل doc type اللي هو نوع الملف، قلت ده HTML، ده اول فاصل تعريف، وبعرف صفحه ال HTML واقفل بسلاش HTML. تمام، وعندي صفحه ال HTML البيج بتاع ال HTML مقسومه لجزئين، جزء الهيد وجزء البادي. قمت جاي هنا عامل هيد وبعد سلاش هيد، ده الجزء بتاع الهيد وده الجزء بتاع البادي. طبعا البريكويزت بتاعت الكورس انك تبقى عارف يعني خلفيات HTML بسيطه وشويه جافا سكريبت بسيطه. كده سايب الملف، قال لي هتسميه ايه؟ قلت له لود ماب، خلاص وسيفت. ادي الملف بتاع اللود ماب. خلاص كده عملنا اول ايه؟ اول خطوه عندنا اكريت HTML بيج. خطوه 2 لود الاي بي اي، عايزين نحمل الاي بي اي او انكلود الجوجل ماب اي بي اي اللي هو بالنادي على الملفات اللي مفترض تساعدنا في ان احنا نقدر نشتغل على جوجل مابس. وده بسهوله جدا نقدر نكتبه بسكريبت بسيط، باستدعاءه بسكريبت بسيط في الهيد، بنسرع دايما في الهيد وبنكتب المعلومات اللي احنا عايزينها في البادي. عندنا سكريبت عشان اكتب بجافا سكريبت. تمام، وادي سلاش سكريبت، هقول هنا ان في كود سكريبت، كود جافا سكريبت، والكود ده انا مش هكتبه لان هو موجود اصلا على جوجل، انا عايز استدعيه بس. فاقول له اس ار سي اللي هو السورس او المسار بتاعك اللي انت هتجيب منه الملف ده، وقلت له على اتش تي تي بي كولون وبعد كده سلاش ومابز دوت جوجل اي بي ايز خلاص دوت كوم، منها على مابس عشان اخش على المابس سلاش اي بي اي، عايز اخش على الاي بي اي بتاعتها سلاش جي اس عشان اجيب ملف جافا سكريبت. كده انا استدعيت ملف الجافا سكريبت المعمول اللي عاملاه جوجل، وبقى مستعدين، بقينا مستعدين في الصفحه هنا نكتب اكواد بتنادي على الكلام اللي موجود جوه ملف الجافا سكريبت اللي عاملاه لنا جوجل. تمام، وبكده نكون احنا عملنا اللود ذا اي بي اي، عملنا لود للاي بي اي. ثالث حاجه كرييت ذا كونتينر. ايه الكونتينر؟ عشان نقدر نهولد المابس او نقدر نحط الماب جوه حاجه او ستريت جوه حته، لازم نحط كونتينر اليمنت اللي احنا بنسميه الدفايه، خلاص ديف، وده جنريك كونتينر، ونستخدمه بغرض ان احنا نحط جواه او نعرض جواه الماب. خلاص تعال نعمله دوت، هم جاي لنا في البادي، تعمل ديف بادي سلاش ديف خلاص، وجيت في الديفا دي اللي هي المفروض هنعرض من خلالها الماب، هديها اي دي، اديها اسم سميتها ماب 1
خلاص، وعملت لها ستايل سي اس اس بسيط خالص، حدد فيه بس العرض والطول بتاعها. قلت له ان انا عايز ويدث مثلا 900 بكسل سيمي كولون، خلاص يبقى الويدث 900 بكسل، والهايت نقول مثلا 580 بكسل، تمام وخلاص كده احنا حددنا الكونتينر بتاعنا. طبعا يعني احنا لو رننا الوقت مش هنشوف حاجه، بس انا لو عملنا مثلا باك جراوند كالر اديتها مثلا يلو، خلاص وحبينا نرن كده الملف بتاعنا ده، احنا ممكن ما عندناش مشكلة ان احنا نرنه دبل كليك عادية. هنا مش مسايب الملف دوت ايه، عشان كده معرفش يرنه، عشان كده مش شايفه. يعني هنا الملف اسمه لود ماب، بس لود ماب ايه هو مش شايف. انا هغير لود ماب دوت اتش تي ام ال، خلاص ما لود ماب دوت اتش تي ام ال، عشان يبقى فاهم ان دي صفحة اتش تي ام ال عادية، وادوس هنا كده هيرنها لي على البراوزر زي ما احنا شايفين. ادي الحته اللي المفروض هيطلع فيها الماب بالطول وبالعرض ده، واحنا مدينا خلفيه طبعا صفرة عشان نميزها عن باقي الايه. يبقى ده كونتينر، ده الايه الكونتينر. طبعا مش عايزين الخلفيه الصفرة دي خالص، احنا بس كنا مجرد عشان نقدر نفرق بس. طيب عدينا المرحله الستيب رقم 3 وهنخش على ستيب رقم 4. ستيب رقم 4 ان احنا نعمل حاجه اسمها ماب اوبشنز. ايه الماب اوبشنز دي بقى؟